ورجعنا تاني بعد الفاصل مع النجمة الجميلة الحبيبة قلبي وفاء عابر. حبيبة قلبي وقمر باللوك اللي انتي عاملاه ده اتجنني. ميرسي جدا والله اتجنني. انضم لينا طبعا مصمم الازياء الكبير بهيج حسين، وزي ما قالت وفاء عامر ان ديزاين فستاني وديزاين فستان الفنانة الجميلة وفاء من تصميمات بهيج حسين. في البداية عايزة أعرف إزاي دخلت عالم الموضة والأزياء، خصوصاً أنا عارفة كمان دراستك بعيدة تماماً عن المجال ده. أنا خريج أكاديمية بحرية. ده صحيح. قانون دولي بحري. طب إزاي قانون دولي كمان؟ لا هي جت بص هي كانت صدفة، يعني هي الموضوع أنا دخلته يمكن في الأول ما كانتش قد كده هواية قد ما كانت ناحية إلى حد ما تجارية بحتة، بس بعد كده طورته بدراسة. وطورته بقى انا بشتغل على نفسي كويس، يعني انا بحب اشتغل على نفسي. وفاء قولي لي بقى، انت تعاملتي مع مصممين ازياء كبار، ايه اللي شدك لتصميمات بهيج حسين؟ بهيج يمكن المختلف ان هو شغلي مثلا لازم ابعت له نص يقرا، مش اول مره يعمل لي مسلسل، يعني مثلا عمل لي قبل كده كاريوكا، عملنا شط اسكندريه، عملنا نص الشمس ده حاجه بدري قوي، عملنا شطرنج دلوقتي بنعمل شطرنج. بهيج اديله نص يقرا وانا اقعد اذاكر الكلام، ماليش دعوه. ازاي بدا التعارف؟ يعني بدات يعني عرفتي ازاي؟ جيهان قمري كان كنت بشتغل مع جيهان، كانت بتعمل معايا مسلسل اسمه شط اسكندريه، وبعدين قلت لها جيجي انا عايزه اشتري سواريه من عند حد كويس وعايزه وبسرعه وحد يبعت لي هنا. فالحقيقه جيهان بعتت لي النمره بتاعت بهيج، كلمته قلت هيبعت فستانين، لقيته بعت اكتر من 20 فستان اختار ما بينهم، فعجبني ثلاث فساتين، قال لي لا تاخدي اكتر شويه علشان يبقى عندنا فرايتي اكتر في هو كان وجهه نظره كانت حقيقي. بهيج انت تعاملت مع نجمات كتير داخل مصر وخارج مصر، ايه اللي بيميز النجمه وفاء عامر وازيائها؟ بصي هقول لك حاجه، وفاء التعامل معاها انت ما بتتعامليش مع مفهوم النجمه. وفاء من النوع اللي في حياتها الشخصيه والعمليه هي نفس الكاركتر، الصاحبه الجدعه الجميله اللي بتقف جنب الناس الخيره اللي لا. تقدر انها على طول لا احنا جربنا يا وفاء، لا يعني انا بقول لك ربنا والله جدعه ازاي، هي جدعه جدا جدا يعني. على فكره وفاء صاحبة جدا عامر، على فكره يا جماعه هي اللي عرفتني باستاذ بهيج حسين وهي السبب في ان انا لابسه فستان النهارده. انت قمر اساسا، انت ليه عليكي اي حاجه يا ناديه بجد؟ انا مش بجاملك، انت اللي جميله وانت مكسب للقناه انك تعملي برنامج تاني في فعلا حاجه من الموضه الناس محتاجه. ميرسي يا حبيبه قلبي. فهي جت صدفه زي ما قلت لك يا جيهان قمري، لقيتها بتكلمني ساعتين بالليل. بهيج كلم وفاء عامر دلوقتي، ده كان بعد شط اسكندريه، انا كلمت وفاء اتنين بالليل فبقول لها خير فيه، قالت لي انا داخله كاريوكا، انا في كف القمر دلوقتي وبصور وجايه الاسبوع الجاي وداخله كاريوكا وهبعت لك الورق. هبعت لك الورق على طول، بعتت لي الورق. كانت في مراجعه تاريخيه الدكتوره سامي عبد العزيز كانت عامله يعني معانا مجهود جامد قوي في المراجعه التاريخيه، ابتدينا فعلا ننقي الحاجات. طيب انا عايز اسافر اشتري حاجات، عايز اجيب اكسسوارز، طب سافر اطلع، طب نرجع، طب عايز اسافر تاني، طب سافر تاني، طب عايز اعمل مش عارف ايه. فهي وفاء من النوعيه اللي هي بتحب شغلها وما عندهاش فكر قصير ان هو ان انا لازم ابقى يعني في حدود حاجه معينه، في حدود ما الانتاج مثلا بيتيح لي بادجت معين. لا وفاء ما عندهاش القصه دي خالص. بس لو اتكلمنا على كاريوكا، الحقيقه المسلسل ده كان يعني نقطه انطلاق اعتقد بالنسبه لك انت كمصمم، لان هقول لحضرتك حاجه، لان بالذات العمل ده مش فكره ازياء او تصميم معين بتعمله الموديل قد ما برضو الموضوع ليه فتره زمنيه معينه محتاجه منك مجهود كبير. لا هو انت قلتي كلمه صح، وانا بعتبر نفسي ان انا كنت محظوظ جدا جدا في كاريوكا. انا اكتر واحد من كرو كاريوكا يعني فعلا استفاد من المسلسل ده، استفدت تاريخيا ثقافيا، استفدت كاسم تعاملي مع وفاء، لان احنا قعدنا نصور سنة ونص. احنا ابتدينا قبل الثورة على طول، وقفنا اشتغلنا بعد الثورة، حسينا بالروح على فكرة، وقفنا بروح الفترة الزمنية بسبب مش بس الديكور والإخراج والعناصر العامة، لا الملابس الحقيقة ادتنا الروح دي قوي جدا، وبدل الرأس كمان كانت حريص ان هو ما يبقاش عريانة بقدر ما تبقى تدي. دي كانت عندنا مشكلة يعني وفاء كاريوكا كانت بتلبس كده، ده حقيقي. فكان عندنا مشكلة جدا في حاجة زي كده بالذات في بدل الرأس. وفاء بقى من النوع اللي ايه يعني هي بتتدخل في نقطه ايه، مثلا مش انا وفاء عامر فانا لازم ابقى انا
الكادر، فممكن يبقى في حد في المجاميع. يعني في مشهد احنا قعدنا صورنا في يوم بحاله، مشهد واحد، مشهد واحد يوم بحاله، عشان كان فيه، هو كان مشهد جوازها من ابن فادي، من ابن بديع، تمام. ففي مجاميع في حوالي 73 شخصيه، فلقيتها بتكلمني، انا كنت في الاستوديو، فبتقول لي بهيج انت هتلبس كمان النهارده، انا عايزه المجاميع كلها تلبس كده. يعني انت في البدايه بهيج كان بيلبسك، انت اخترتي ان هو يشيل العمل بالكامل. انا ببقى لابسه فستان شكله حلو والخلفيه بتاعتي مش لابسين، يعني انا مش هبقى كويسه. لا، وانت نفسك هتقولي احنا كنا زمان الادوار المساعده الكومبارس، خليني اقول عليهم الادوار المساعده، انا بكره كلمه كومبارس دي، لان معنى استعنا بيهم يبقى لهم وجود، لهم كيان. ما ينفعش حد يبقى ورايا مش عامل شعره بالظبط، دي فرحي ويا زميله. ما ينفعش تبقى لابسه فستان منور، ما تنفعش ما تبقاش لابسه فستان منور. لو انا بقيت لابسه كويس واللي حواليا لابسين وحش، ادائي هيتاثر. انت وانت بتتفرجي عليا هتقولي مش كويس. ده صحيح. ساعات تقولي المشهد ده حلو، في ايه وحش؟ انت حابه الصوره تكتمل. الصوره كانت مكتمله، هي فعلا كانت الصوره طبعا. مفيش حد لوحده بيقدر يشتغل، ما ينفعش. ده اكيد. طب بالنسبه للشطرنج، وحاليا الجزء الثالث يعني حقق نجاح كبير، وواضح ان انت وش سعد برضو يعني. الحمد لله. ويا وش سعد عليك. لا جدا. لا وفاء، انا بالنسبه لي طبعا وش سعد جدا، ربنا يخليها يعني. بصي، لا انا الشطرنج بالنسبه لي تحدي جديد. احنا ابتديناه بالفوتوشوت اللي تعبنا كلنا ووفاء بعد. هو ماسكني انا لوحدي في الشطرنج. انا ماسك شطرنج ووفاء. هو انا بس، عشان كده الشكل حتى اتغير. يعني ستايلك حسن فعلا اتغير واثر فيك، لان هو الشخصيه اتغيرت. اوكي. يعني احنا بنشوف تتابع الدرامي بالظبط، فهي بقت حد تاني. طيب بمناسبه الوزن المثالي، هو السبب فيه ولا انت شايفه؟ حقيقي. يعني مثلا يجيب لي، كنت بلبس الاول خالص كنت بلبس 16، عشان ما حدش بس ايه ما تقلقوش ما تتضايقوش، كنت بلبس مقاس 16 فرنساوي، بقيت البس 14، بعدين بلبس 12، النهارده بيجيب لي 10 و8. بس عايز اقول لك حاجه، احنا اول ما ابتدينا كان لا بس يعني فرق كبير جدا. وفاء كانت لابسه 38. هو كان 38. بس انت عندك اصرار كبير قوي يا وفاء. الحقيقه. وكمان بهيج لما بيجيب لك موديل يقول لك يا خساره لو تنزلي لي 3 كيلو تلبسي، هتبقي هتتجنني. انت كنت بتقولي ان طبيخها حلو، طبيخ حلو جدا. يعني انت فعلا دوتو يعني. لا احنا سنه ونص قاعدين في الاوتيل، سنه ونص بناكل. عايشين ناكل. عايشين. احنا بنقعد كل يوم من الساعه مثلا 10 الصبح. طب انت بتلاقي وقت يا وفاء؟ يعني انت انا ما بفكرش في المشاهد غير في المطبخ يا ناديه. يا حبيبتي لازم. بهيج انت نص لبناني ونص مصري مش كده؟ طيب هل في فرق بين الستايل اللبناني والذوق المصري، ولا انت بتقدر توفق؟ لا مفيش. بصي مفيش حاجه اسمها فرق بين الذوق هنا والذوق هناك. الذوق اللبناني برضو بيكون الى حد كبير جريء شويه. لا لا، هي النقطه في اسلوب الحياه. يعني هو اسلوب الحياه في بيروت، على فكره انا جيت النهارده، انت عارفه انا جاي من الطياره عليكوا على طول على الاستوديو. جبت حاجتي ولا لا؟ انت لا ايش ولا موجود. بس يعني انت لما بتشوفي هناك هو رتم الحياه نفسه، ستايل الحياه نفسه، الست اهتمامها بنفسها. عايزه اقول لك حاجه، انت بتشوفي مثلا عربيه الراجل اللبناني وعربيه المراه اللبنانيه، عربيه المراه اللبنانيه مثلا بي ام، عربيه الرجل اللبناني ممكن تبقى فيات. طيب ولو قلت لك بقى سؤالي الاخير، كلمنا شويه عن موضه 2016، وهل مختلفة عن 2015؟ طبعا. هي بصي 2015 كانت جلامرس جدا، زي ما انتوا لابسين النهارده البرنسس لوك، الحاجات الواسعة، البولون جاونز والحاجات دي، او الحاجات اللي هي فيها ستريس شوية زي كده. 2016 عملية اكتر، هنرجع للفساتين بتاعت زمان اللي هي السك بفتحة من قدام او بفتحة من ورا، رجع جدا جدا في السواريهات، الوانها كلها عاملين منها في شطرنج كتير قوي. الوانها كلها شايني قوي قوي وجريئه جدا جدا. الكاتس نفسها مختلفه. بصي 2016 عارفه الست اللي هي العمليه الجريئه الواضحه الشخصيه القويه. عموما احنا معانا تصميماتك الجديده. أيوة 2016 عايزين نوريها، هنعرضها طبعا في سهرتنا. اخر الليل. اكيد طبعا. انا عايزه اقول لك ان انت نورتني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي، ومامي بخير. كل سنه وانت طيبه يا ناديه. مصر كلها بخير ان شاء الله، السنه دي احسن من السنه الجايه ان شاء الله. جدا انا سعيده جدا بتشرفكم لينا النهارده والله بجد، وكعادتك متالقه يا وفاء، وانا يعني بشكرك فعلا جزيل الشكر، لانك جيتي وانت كنت تعبانه بجد. انت اكتر فنانه
حقيقي اتعاملت معاها وجدع جدع يعني. بهيج زي ما قال كده دي حقيقه فعلا مش مجامله. ميرسي جدا ليكي يا ناديه، انا جيت النهارده عشانك وعشان صفوت. ميرسي جدا ليكي نورتونا، ويا رب دايما من تالق لتالق، وانت نجمه تستحق كل الاحترام. شكرا شكرا، ميرسي جدا ليكي. كل سنه وانتم طيبين والاخوه المسيحيين بخير ان شاء الله.